طيب بقول يعني من ثنى دخل الجنة. يشكل الزواج في بيت العائلة موضوعا شائكا يثير الكثير من الجدل والنقاش في المجتمعات العربية. ما هو رأي المجتمع في الزواج داخل بيت العائلة؟ هل هو يؤثر سلبا أم إيجابا؟ والله هو تقليديا هي من زمان والكل ماشي على هاي الخطوة. هلا أكيد راح تسوي توترات على أي مرة بالدنيا بتحب تكون استقلالية لحالها 100%، فهمت علي؟ أصلا والشرع والدين إلها لازم تكون بيت لحالها، بس احنا حاليا في اوضاع كثير سيئه، فالناس بيضطروا انه الواحد ياخذ مرته يجوزها بغرفه مع اهله عشان مش قادر تدفع ايجار بيت، ولو اصح والشرع والدين لها بيت لحالها لها استقلاليه، وهيك الشرع اصلا طلب منها. الشيء اللي بيساهم انه الاثنين يحترموا بعض الزوج والزوجه طبعا، واكثر شيء الزوجه لانه الرجال قوامون على النساء، ماشي، هي تقوم في شغل بيتها والله يكون في عونها ويصرف على البيت وعلى اولاده. اما تكون اثنين روس ما بزبط، لان احنا الايام هاي شايفين لك النسوان كثير روس الايام هاي، بدها اذا جوزها حكى معها كلمه ترد له اياها بعشره، وعشان هيك حالات الطلاق كثرت عندنا في الاردن، ماشي، وما بزبط. ما بتاخذ حريتها، ما تغزي بكلمه ولا هو ولا هي، وثاني شيء يعني دائما الست بتحب تكون لها بيتها، هي ملكه البيت لكل شيء، لسعادتها وسعاده زوجها واولادها اللي بده يجوا على المستقبل. ما في مستقبل، بتضلها محشوره يعني وين رايحه وين جاي وشو لابسه شو عامله شو عامله، فوتي جوا فوتي انضبي. أكثر من هيك ما في. أنا جربتك يعني خسرت شغلات كثيرة، ولما جيت فتحت بيت عرفتي كيف؟ لما تجوزت وسكنت ببيت عيلة عرفتي كيف؟ قعدت 6 أشهر حسيت حالي يعني متكركب ومتدمر، يعني نفس حريتها ما بتقدر تاخذ نفسها. والله ما في زواج في بيت العيلة وبنجح، هاي من جهة بتنق والأم من جهة بتنق، ليخة إذا بتعرف قصة الشرشف. ما أنت رجعت على الشرشف والحجة كلها نفس الإشي، جيل جديد لا بنفع لا بيت العيلة ولا بيت الحارة من الآخر، يعني عمره ما راح ينجح. رد علي أنا بعطيك قصة، متزوج ببيت العيلة، هي عرب مهر متزوج 2 سنين، أقسم بالله أجدع واحد فيك يا الأردن، هو الوحيد المسيطر. والله يعني حسب، إذا البنت من يعني واعية من فتحة لا والله لا ياخذ بيت أريح له، أما إذا بحسها مثلا لسه يعني مسيت بيت لا تضل معه اهله احسن. هذا ما بنساله سؤال يعني، يمكن امه مش كويسه امه كويسه حسب، صح ولا لا؟ لا انا زوجتي الثانيه عايشه مع امي، بس يعني بصراحه يعني الزوج الاولى في صحبه، هم مع بعض بزوروا بعض كثير، مرات بناموا مع بعض بجيبوا بعض بقعدوا مع بعض، الحمد لله مرتاح. قبل ما يتزوجوا يكون محاطين شروط، يا اما بقعد عند اهلك او بنستاجر بنقعد برا. اهم شيء النسوان يكونوا متفقات، يعني صراحه يعني اهم شيء يكونوا النسوان متفقات.